بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم الخوت. رجعت هاد السيارة الجميلة الكهربائية الهجينة مع البنزين. هادي كهرباء. تفضل ودي تفضل. يعني كنقولوا ايسانس وضو ضرب الجبال. دابا داير الرافكات، يعني الهايبريد يكون في الرافكات راه ماشي لعب الدراري. في التويوتا هي الاولى في هذا المجال. هادي ما نحتاجش نشكر لكم التويوتا، فما كنهضروش على سيارة غريبة وهي الأولى في هذا المجال ديال الهايبريد. هادشي ديال الضو راها تبارك الرحمن شهر 12 2016 ضربة 180 ألف. كنا طوموبيل دوزيام ما تبارك الله لابيل هي اللي تتقاطع، يعني الخوتي تقطع لي التليفون. فالمهم ملخص عليها خفيف. طوموبيل طوموبيل تبارك الله ناضية، يعني ما وصل مدينة راك كتمشي رخيص. ولا خوا مثلا في الطريق ولا شي حاجة، واحد النبيتة هنا تديماري ليسونس. وحتى ليسونس ما تتاكلش، حتى الكونسوماسيون ديال ليسونس ما تتاكلش، ومعفية من الضريبة. ناس الاقتصاد راه مسورتو اوتوماتيك. ناس الاقتصاد هذه هي السيارة ديالهم، ما تخلصش الضريبة كهربائية. ندير ليسونس رولي شوية. مزالة تبارك الله، هي دخلتها اصلا راه مولاها الاول، راه كنت نعرفو من الاول اللي خديتها من عندو. عامرة تبارك الله، حتى هاد اتاش رومورك اوريجينال. يعني دابا حنا كنهضروا على سيارة من الاخر، يعني سيارة اس يو في فلاحية، يعني جبال كدا كدا تكون هايبريد راه ما ساهلاش. فهذاك يعني انها التويوتا عرفت شنو دارت. كنهضروش على تويوتا ياريس هايبريد ولا كدا، هادي راه رفقات يعني ديال الخدمة، فعرفت شنو صنعت. يعني ماشي يعني الكهرباء يكون في كات كات راه يعني. دابا ان شاء الله ندير لكم عليها فيديو نحلها ونجيب الساروت ونسيوها ان شاء الله. حميد عطيه الساروت ديال ديك الرافكات يشوفها السيد. كتذكير بعدا في الفيديو، كتذكير لهاد السيارات هاد البياسات اللي مازال متباعوش. هذا كتذكير وصافي. هذيك الداسيرة العامرة دابا نديرو لها شي فيديو بالتفصيل ان شاء الله. بيكانطور ديال الاخ عادل. هذا راه السيكواي دوبل في. هذا دوبل في 14 اونص. اللي بغاه مرحبا نقادو معاه لافاليز ديالو ومولوكي رباطي و واحد هادشي اللي كاين. بالنسبة للرافكات راه تبارك الله السكور عمرو ما نزل. الطابيات ديالها مازال جداد لتحت. ها هما الرافكات هادي دايره على السيل. كوسانات هنا مازال جداد لتحت. اوتوماتيك ليكرون كاميرا. الثمن ديالها ان شاء الله نقطعوها بالثمن ديال التاكسون 19 اونص. الثمن ديالها 19 اونص ان شاء الله. اللي بغاها مرحبا. دابا نديرو على فيديو في الديماراج، نهضروا على الضو ديالها ونهضروا على الكونسوماسيون. خاصها شي وقيت ان شاء الله. دابا مزير الدعوة. الله يسخر لها جيب التيسير. معكم مصطفى وطول رحمه. مرحبا.
بعد هاد الفيديوهات اللي تنعطيو هاد التفاصيل ان شاء الله ما على الانسان الا يتوكل على الله. فلا تعطل دوك، لا ما بقيناش كنتعطلوا في الرد ديال التليفون، فراه كاين الدراري تيردوا ان شاء الله. وبعد هاد الفيديوهات اللي شاري راه غيجي يقضي الغرض، فهمتي؟ هادي هي الخوت راه كتلونسيتها الصباح، راه جا السيد عطاني العربون دابا شي نص ساعه راه تباعت ها العربون ديالها في جيبي، شافها طبعا قال لي، قلت له شوف انا ما تجدش العربون حتى تشوف، غنصيفط لك ما نصيفط لك لخويا ما تصيفط لي والو، اجي شوف الطوموبيل وعاد نشد منك لافونس ديك الساعه. دونك راه تحل البنك يخلصنا دابا، هادو هما السيارات اللي كاينين. ارتاح حبيبي ارتاح، الكليبات هادو تاهما هنايا ما نسطوهمش باش ما يسطوناش، هادو هما اللي كاين دابا هاد الساعه. صافي ستني وهاديك الطاكسون الخوت اللي تبعت شنو مازال وجواليطا، حتى جواليطا الخوت راه تبعت. شي ناس كانوا تواصلوا معايا من تطوان وقيله من اكادير على هذيك جواليطا راه تبعت هي وها الطاكسون هادي راهم تمشاو. صافي وهادي راه مازال الخوت اللي بغاها مرحبا. هذا فيديو ديال اليوم الجمعه، ونيت هذه ساعة استجابة، نسأل الله سبحانه وتعالى يستجب دعاء المؤمنين ويستجب الإنسان اللي يشوف هذا الفيديو في هذه الساعة، يتقبل الله الدعاء ديالو. عير دعوة الله الخوت راه ساعة استجابة اليوم الجمعة الساعة الأخيرة قبل المغرب إن شاء الله. ندوز ولدي من هنا.